السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، إن شاء الله بخير. في اليوم راح يكون مقارنة بين هاتف الأي 10 اللي كان ثاني أكثر جهاز مبيعا بالعالم بال 2019 والأي 10 إس، المفروض يكون النسخة المحسنة مع ميزات إضافية. وبهذا الفيديو راح نقارن بين الجهازين بالفروقات، فالأشياء اللي ما راح أذكرها راح تكون متطابقة على الجهازين، وتقدرون ترجعون لمراجعتنا لكل جهاز من الجهازين على القناة لمعلومات أكثر. الآن خلونا نبدأ المقارنة والبداية مع التصميم. ومن أهم التغييرات هو مكان زر التشغيل وأزرار رفع وخفض الصوت أصبحت أفضل. فبالسابق على الأي 10 كل هذه الأزرار كانت بنفس المكان، الآن أصبح زر التشغيل على اليمين وزر رفع وخفض الصوت على اليسار. غير هذا، سماعة الصوت انتقلت للأسفل على الأي 10 S اللي هو مكانها المنطقي، وبالسابق كان مكانها جدا سيء بالخلف، فالصوت كان بالاتجاه المعاكس لك. هذه هي تجربة السماعتين. خلال تجربة السماعتين، الاي 10 اس وصل الى 71 دي بي والاي 10 وصل الى 78 دي بي. ايضا مكان السماعة افضل على الاي 10 اس. من الفروقات الثانية اللي تسوق لها سامسونج هي البصمة، فالاي 10 اس راح يكون عليه بصمة وسرعتها مقبولة، فلما يكون الجهاز مطفي راح تكون بطيئة وتأخذ تقريبا ثانيتين حتى يفتح الجهاز. لكن من وضع شاشة القفل، يعني تضغط على زر التشغيل بعدها تخلي بصمتك، راح تكون أسرع. وموجود أيضا خيار الفتح عن طريق الوجه. بالنسبة للاي 10، فالفتح عن طريق الوجه هو الخيار الوحيد المتوفر من ناحية الحماية مع الرمز والنمط. أكيد من الفروقات الثانية اللي ممكن تلاحظها مباشرة بين الجهازين هي الكاميرات. فعلى الاي 10 اس راح يكون عندنا كاميرتين، الاولى 13 ميجا بكسل والثانية 2 ميجا بكسل لتأثير العزل، بينما على الاي 10 راح تكون فقط كاميرا 13 ميجا بكسل. فروقات من ناحية السوفتوير الخاص بنفس الكاميرات، على الاي 10 اس راح يكون اكو خيار لتأثير العزل من ضمن اوضاع الكاميرا اللي هو التركيز المباشر بسبب كاميرا 2 ميجا بكسل الاضافية المسؤولة عن العزل بالخلفية. هذه ميزة ما راح تكون موجودة على الاي 10. من ناحية جودة الصور، فأمامكم صور ملتقطة بكاميرا الجهازين بالإضاءة الاعتيادية والإضاءة المنخفضة، فكاميرا الاي 10 اس راح تكون أفضل بالحالتين، لكن تبقى الصورة سيئة، وبالإضاءة المنخفضة راح تكون غير قابلة للاستخدام. أنا أقول سيئة لأنه هي بجودة منخفضة، لكن الواقع أنه ما أحد يتوقع شيء أفضل بهذا السعر. والجهازين يصورون فيديو على فول اتش دي، وكان افضل ان سامسونج تخلي كاميرا واحدة باداء مقبول على كاميرتين باداء سيء، لكن هذا تفضيل شخصي. بمقدمة الجهاز شاشة اللي المفروض تكون متطابقة على الجهازين من ناحية الحجم 6.2 انش ومن ناحية النوع TFT، لكن بالاستخدام شاشة الاي 10 اس كانت افضل وبشكل ملحوظ، وحتى درجة اللون الابيض راح تختلف بين الجهازين. ما اعرف اذا تلاحظون هذا الشيء من خلال الفيديو، لكن انا جدا واضح بالنسبة لي. من الاشياء الثانية اللي لاحظتها هي حساس التحكم بسطوع الشاشة. هذا الحساس ما راح يعمل على الاي 10 اس، او على الاقل بالنسخة اللي عندي. فلما جربت اغير مكان الجهازين من مكان باضاءة عالية الى مكان باضاءة منخفضة، الاي 10 عدل سطوع الشاشة حتى يتناسب مع المكان الجديد، لكن الاي 10 اس بقى على نفس سطوع الشاشة. جربت أكثر من مرة والنتيجة واحدة. ذكرنا هذا الشيء بالتفصيل بمراجعتنا للأي 10 اس إذا حاب تعرف معلومات أكثر عن نفس الموضوع. أيضا بما أنه ذكرنا المستشعرات، فكان عندي مشكلة بميزة اللمس العرضي على الأي 10 اس، فكانت تظهر أثناء استخدام الجهاز وبعدها يكون الجهاز غير قابل للاستخدام. أيضا لما أحاول أفتح القفل كانت تظهر. تقدر توقف هذه الميزة من خلال الإعدادات، وأيضا هي كانت من الميزات اللي ما تعمل بشكل صحيح على هذا الجهاز. هذه المشكلة ما واجهتني على الاي 10 وكانت فقط على الاي 10 اس. الآن ننتقل إلى الأداء والاعتاد اللي ظهر أمامكم الآن، وهذا هو فرق الاعتاد بين الجهازين، وممكن أهمها راح يكون المعالج الميديا تك على نسخة جديدة، معالج الإكزينوس على النسخة القديمة. أيضا بالنسبة للذاكرة راح يكون مكتوب على صندوق 32 جيجا بايت، لكن الواقع أن الجهازين راح يكون على 22 جيجا بايت أو 22.5 جيجا بايت مع أول تشغيل. بقية المساحة راح تكون للنظام. لأن بالنسبة للأداء على الجهازين، فسوينا أكثر من تجربة والنتائج كالآتي. على برنامج قياس الأداء، النسخة المحسنة الأي 10 اس كانت أسوأ من النسخ السابقة الأي 10، وهذا الشيء كان غريب لأن الجهاز من الأساس فئة اقتصادية وأداء محدود، فليش النسخة المحسنة تكون أضعف؟ أيضا لما سوينا تجربة لسرعة التشغيل للجهازين، الأي 10 كان أسرع بفارق قليل.
من ناحية فتح التطبيقات والتنقل بين التطبيقات، فعلى جوجل كروم التطبيق كان أسرع بالفتح على النسخة السابقة، وعلى لعبة خفيفة مثل السابوي الاي 10 أيضا كان أسرع وبفارق غريب صراحة، فأكو فارق جدا ملحوظ من ناحية السرعة بفتح اللعبة. رجعنا لتجربة التطبيقات، والاي 10 كان أسرع من جديد على التطبيق، والاي 10 اس تأخر بفتح نفس التطبيق. لكن لما رجعنا فتحنا التطبيقات من الذاكرة أو من التطبيقات المفتوحة، الاي 10 اس كان يفتح بعض التطبيقات لكن الاي 10 أعاد تشغيلها بالكامل. أيضا الجهازين راح يتأخرن بإظهار أشياء مثل الكيبورد أثناء الكتابة. أيضا بالألعاب وعلى لعبة ببجي بالتحديد كان أكو فرق، وأعتقد توقعته أنه راح يكون للأسوأ. فعلى الاي 10 اس مع أول تشغيل اللعبة راح تقترح لك إعدادات منخفضة حسب أداء جهازك، لكن النسخة السابقة الاي 10 راح تكون إعدادات متوسطة. ترجمة هذه الإعدادات داخل اللعبة راح تكون سلسة ومتوسطة على الاي 10 اس ومتوازية ومتوسطة على الاي 10. والاي 10 مو فقط على اعدادات اعلى مع اول تشغيل، لكن ايضا يوفر الى خيارات اكثر من ناحيه معدل الاطار ببوبجي. راح يتوفر خيار عاليه على الاي 10، لكن على الاي 10 اس راح تكون بخيار متوسط كحد اعلى. وحتى داخل اللعبه الاي 10 اس كان اداء اقل من الاي 10 وكان بي لاج اكثر، وتقدرون تلاحظون الفرق بالفريمات بين الجهازين اعلى اليمين. وهذا هو اداء الجهاز مع الالعاب. لا من ناحية الحرارة فكانت متقاربة جدا، فعلى الاي 10 اس 42 درجة كانت هي اعلى درجة سجلناها، على الاي 10 كانت 41 اعلى درجة، والجهازين كانت حرارتهم طبيعية اثناء الالعاب. بالنسبة للبطارية اللي تدعم كل هذا العتاد فراح تكون 4000 ملي امبير على الاي 10 اس و 3500 على الاي 10. ما اقدر اعطيك ارقام دقيقة لانه مستحيل يكون استخدامي متطابق للجهازين اثناء التجربة، لكن الجهازين راح يكملون اياك اليوم كامل بدون شحن. ايضا بالنسبة لشحن الجهاز، فاي 10 راح يكون عليه شاحن 5 واط، لاي 10 اس راح يكون عليه شاحن ب 7.5 واط. ايضا بالنسبة للشحن، فالاي 10 يشحن من 0 الى 100 ب 3 ساعات و 12 دقيقة، لاي 10 اس من 0 الى 100 ب 3 ساعات و 7 دقائق. هذه التجارب سويتها بنفسي والجهاز كان مطفي أثناء الشحن. الغريب أنه الاي 10 اس أثناء الشحن ما كانت تنطفي شاشته وتبقى عليها إضاءة مع نسبة الشحن، عكس الاي 10 اللي تنطفي بالكامل. لان مو واضح إضاءة الشاشة على الاي 10 اس من خلال الفيديو، لكن بالواقع الإضاءة راح تكون جدا ملحوظة على الشاشة طوال فترة الشحن. لأن هذه مقارنتنا للجهازين، وخلاصة تجربتي مع الجهازين أنه برأيي تبتعد عن الجهازين ويكون الاي 30 هو الحد الأدنى لخياراتك. لأن الاي 30 سعره 180 دولار، الاي 10 اس سعره 130 دولار، والاي 30 أكو منه نسخة جديدة باسم اي 30 اس. هذا يعني أنه الاي 30 راح يقل سعره، وتقدر تشتري اي 30 مستخدم بنفس سعر الاي 10 اس الجديد، وراح يكون أفضل من ناحية الكاميرا، أفضل من ناحية الرام، أفضل من ناحية الذاكرة، أفضل من ناحية الأداء، وأفضل بكل شيء. لكن هذا يبقى رأي شخصي وأنت حر باختيارك. أيضا كل هذه الأسعار اللي ذكرتها هي أسعار العراق، وممكن ببلدان ثانية الأسعار تتغير، فإذا حاب تعرف أحدث سعر اتصل بأقرب وكيل لسامسونج. هذا كل شيء كان في هالفيديو. إذا عجبك الفيديو خلينا لايك، اشترك بالقناة إذا ما مشترك، إذا كان لك أي سؤال خليه أسفل هالفيديو بالتعليقات. شكرا على المشاهدة، نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.